تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الإخوة والأخوات، حفر حاضو أولا له المنهج أونلاين لإيدي سوكود بيان محاضرة دان إما أبدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. الله وحيري واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مؤمنين إلهي وحو أمري إن اسكمد نقضان وأين تفرارقبوا إلهي أمري. مركا واقي هوري وحي أهان شرين لبذي قبيلة عربت أها إدقنا مدينة وحي أهان شرين قار عل إسلاء وإسلائية على ظهره قوني نكد حيين إسلام نمذا سابت هذا يا إلهي كوالا ليي قلبي دودنا ويسكي علي وحانو إلهي أمر يا مؤمنين تدمان تودين اسكمد نقضان حرق إلهينا وضا قبصدان أين إسكال قيب قيبين. مركا فتنوين كهلقة تحديرو آدي آدها ليس قشرو ليقى مسلمين تنا آدي آدها ليس قيلا ليو فتن كنا عالم كهد وابدين فتنوين فربدن باشرا. نبي قلنا صلى الله عليه وسلم وحول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. رسول كوحر صلى الله عليه وسلم وحجر دون فتنوين فتنوين كاسو كدح فرديا كخير بذنيا هاي كدح تاغن كدح تاغن كخير بذنيا كدح سعونيا كدح سعونيا كخير بذنيا هاي كدح روريا من تشرف لها تستشرفه كي اوهنقل تاغا فتنونا واوهنقل تاغيسا. مركا فتن كآذي آذها ليس كترو حديث كابخاري يا مسلم نبي قوى انو قد قي فتن كا مركا فتن كاليس كترو آذي آذها ليس كيلاليو طه لغا ديرابو او وانا لغا قيب قادم وحي فتنة. ديغا مسلم كان آدي آد هل يسقى إلى ليو ديغا مسلم كان شريعة آد بيوات كيسا. الله نوحي لي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هدي لنا نفتي لهي دل كذا حارنت النمية صاب حقينا كد ليسان ويسك له دلنا وحم مؤمنين تي لهي كسفي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حلينا الشيخي تدك مؤمنين تأهي إن إلي إلهي عدك للعابدين وإلهي كلق أي عابدين نفتي إلهي دل كذا حاران تنميين الصواب حق مؤيسك لإن نكدلين أين السنين السنين كوكستو صدح ذا أرنا لصو الشيخي السمائية وحولك المي عقاب دنبي ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة حلول بالله يا عذاب كمالة قيامه ويخلد فيه مهانا وانا كواريا عذاب كاقوده سو كواريا حال الدلي كوكتوبت كيرو كسو نقيمو يعني. نبي صلى الله عليه وسلم وحول السباب المسلم فسوق وقتاله كفر قفك مسلم كأ عيدا لعايا وفاسق نمو وطاعة إله يولا قبحي وقتاله كفر إن لا تقال لما نوى قالمه يعني ودن بآدي آدوين وخطروين. نبي قوحر صلى الله عليه وسلم حديث كلا وبخاري مسلم قصقا لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض أنا قد بضيها النقونين قالوا قاركين بقارك كالقورتك قراعي وكدق يا نبي صلى الله عليه وسلم مسلمين تنسلايان وحن نبي قوحر صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحارقة. ورسولك صلى الله عليه وسلم حديث ابن حبان وغيره سوري ما إذن كورما وحكف فضل بضا الدرجة كالصومن إما لنتين الصومن هبين كين السلاد التاقن وحكف فضل بضا ما إذن شاقا وحيدها رسولك الله ونوشد قال إصلاح ذات البين يعني مسلمين تدحدود إني وناك سنادان ودحدود لها قاتشيو وقلبي قود وصفة يوبادو وحقد إيا حسد إيا النعيب إيا علاض أين السقبين أيا وحي كخير بضنت أي درجة الصوم كي درجة مكا قيامك إن مالنتينا للصومنا ذو هبين كينا سلاة الليل لو تاقنا ذو صوم سنة يا سلاة الليل سنة
وحيدين كخير بضان يدو قلوبتينو آن عيب علادي ودحينين إيا حاسد نمو ولابتينو يسوف يوده وفساد ذات البين هي الحارقة لحدين مركا إنا يحماته ولابهن يسوف يوبان ويان أن عيب علاد هاي سقبتان يحقدي أرحمه وتي وحي ريسي حديث كلا وحو الشيغية لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين ما أرنا يتم هاي حي ريسا هاي شي الدين تي حي ريسا بالنبي قولي صلى الله عليه وسلم وحي كتوصينا إسا خطرت أيلا ذهي فساد ذات البين وحو النبي قولي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار حديثك صحيحين كان النبي قوله صلى الله عليه وسلم لبدا مسلم هدي لبدا سيفود اسكله ريما دا بمعنى هبكو دا اسكله ريما دا كوحد لا يكل الدلال لبدا النار تيقل ايام با النبي قوله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول كاسي وحبود دلي وبمعنى سبب النار تكوكالو وقرنينا فما بال المقتول محوية هيكل الدلي حال كيسو حو النار توقليا قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وهو أهمد كد ذالي إنه صاحب كد دلعي كد ذالي فوايك الوحي الشيخ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه أراد قتل صاحبه صاحبك إنه دلو أي دوني مركا وحو تلمامي النبي صلى الله عليه وسلم دقال كمسلمين تو أي إسلاميان النار لقو قلعي أي النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم وعيد دفر بضن بانكو صعروا آدي آد نوالين وقتك آدي آد أيالين وقتك مركا مسلمين تو وإني كتحدران وحياله فتن كويني سكتران وإني سكيلة ليان ليق مسلم كويني آدي آدي سكيلة ليان وإن فتن كلاقا قيب قادم ربشد أن لقا قيب قادم ليق مسلم أن لقا قيب قادم هنتي إلا بربورية أن لقا قيب قادم كل ذلك وإلا سكتران أمنك وإن لغفر أضيق الله إلا ليا آدي أتا وإن لغا تحدران هديك لفتنة عامة أي إيمانيس واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فتنة أن كقار نقول أن عدي حمانة السميسي أي إيمانيس دوني بأن لوذة سارية عدي خريبة سهطان لقا قبان وحا إيمانية ديني دوني ضد الوشنطو مركا آدي آد وإن لوغة تحدر على إسكيلانية آياتنا وحا لقا قاضنية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إنا وحاوي الله إسكيلانية مسلمين تنحدو ذا الدباطة إنا يكرد عضوه أما يسكو حمادان أما عولاد إيا الدقالة إيا وحلم إذا إن هذا اللغة تحدير الله إسكا إلاليو تاصناع النقونا يسمى من باب الكفر بنعمة الله نعمة إلهي ولغا أبا الكدري إن النقونا حقي ولا لمضانا لغا كفري مركا دوتك مسلمين توين إسلايان وامد حاران وي ليقودوا وكلا حاران سيئة سيدة النبي قبيل صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يعني ديقينا يحولهن يشرفهن عرضيدين قاركين بقارك كلا حرام بكيه سيدة مركا مالنتان حرمة يدو أيتو كلا حاران سنتهين بلدكين كنأة إيا مالنتين تنأة إيا بشين تنأة مركا بلد كان مكاة وبمعنى حرم كيا حرم وليه ليقاقي مركا مسلمين تنساسو كلي حرم وليه يعني بيش ذو الحجة وحيكمتها من الأشهر الحرم بلها حرم ظلع ليقاقي نساسي حرم وليه إيا حوله النباء مالنت اللي تشوغي وهي يوم عرفة حرم قار إلى ذهي وخير يوم طلعت فيه الشمس مركا صدح با صدح لقوش بهيا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا مركا آيات كقرآن كي أحاديث النبي وحي آدو قد قيان ليقا مسلمين تا أي آدو قد قيان قف مسلم ليقا إن لدادي أعمل لقل دير هدو وإي إلهي بحاران تنمي حرم آدي آدو آذق أي الله يالي إلهي نوحل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يعني كوكستود دلا قف مسلمة حالو أبر إلى يد إلى هاي وحكو أبال مرين إيا وروح أبال كيسو إيا هاي جهنم حالو جهنم كواريو إلى هاي نوو عروضي وانا النعضلي وحانا الروح أسقنا ذي عذاب وحنوشي شن عقابود بالي سرعي مالكا وحوية دوتك مسلمين تيني فضيت صدان ماها ليقى مسلم كمان تآدي آد بالو فضيت صدان يعني وحوية مال والبوحة لقود هذين يا ليق مسلمين
شيء سهل ومركان نقضي مسلمين تينا وحوي ولا يسقص لضي قار كتب قارك كلام وحلاقي يلي دبتو دي أيار دحدو ذا لقي يلي وحمرك أصبا ودبتو ذا من دحدو ذا لقي يلنا شريعة يعني كجابين تي ولي ما الدين كجابية تاس مركا أي أوعن مركا هذه شريعة الوقوف من الله يعني وحيالها النوع عاصي مركا وحي ما يدعين لكن شريعة دي مركا وحوي تفريد الوليمي وعمل في شريعة لو عمل فلي إلا جابي أي الله يسقص لضي الله قد يجي قار كود بقار ككلا قار الله أبى الله قد يجي سيد مركا النصارى ذبي إلى هاي كشة جاي ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة إلى هاي وحين وش جاي كوي للنصارى نهاي وحين لجوان يجي وحكم ذا أي كتجان ديف كم ذا كتجان وكو عمل فلوايين فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة إلى يوحو الدحضة وحانو كهرنا العلاد ينعيب أي سنعبيهين وعال إسليهين أيانو الدحضة مركا كهرنا مركا وحوية سيدا مركا النصارى ضبا مركا أي شريعة اللو سودتي يكو عمل فلوايين قبل وقد قيئن ليسوس اللذوه وعال إسلان نغضان وإسنعان وإسوع روضان ولاد داسنا دحدو ذا كأغناتو أي مسلمين تنا هدي مركا أرنكي وكلا أي لي مادان أو صوبتي كان يسأي لي مادان وشريعة دي اللي وسود دشي أي كعم الفلي وايان وكقابيان ولاد ينعيب دحدو ذا الله قهرين أيا هاو قادن أرهن مركا أهل كتاب من نصارى كقارة هاو قادن الشريعة دي النبو أرهن كسقن وي وانا تطيع علماء دي هرقار كودا يلاهدين وأئمة السلف كقراء عبرين ويراهدين كل ما ذم الله اليهود والنصارى في القرآن فهو لنا وحكستو إلى هاي كل لعيي يهودي النصارى قرآن كجده سو كل لعيي إنك أي ينص بناذي هذين ولن ما أدنه لا عضا سوك لا أي ينص بناتي واتمرك وحوي أي ماذا قاركوا ذي سدا عبرين سيد سفيان بلغسوا نقلي شواهدنا والله يا مركا كتوسين يا أدلة أي لقى قاضنا يا النبي صلى الله عليه وسلم وحويره لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم يعني النبي وحوره صلى الله عليه وسلم صففك إن صلاة سنتين وسنتين أو واسم إيسان أما إلهي قلب يدي إن إسوي دارية أو إسخلاف سي أي النبي وحوره صلى الله عليه وسلم وحكى ليس كداية هذه صفك الصلاة للسيم وآيه قلب يدي إن إسخلافان oo marka waxa weeye jacaylkii uu jiri waayo ay inay sababayso ayuu nabiga ino tilmaamaya sallallahu alayhi wasallam hadith kuna sahih ah ayuu ku sugan yahay fi sahih muslim hadith kale wuxuu sheegaya inuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ma tawadda thnani thumma iftaraqa illa bi dhanbin yuhdithu ahaduhuma yaani laba ilaahay darti isuma jiclaadaan dabadna marka ma kala tagaan mooyana in marka dambi mid kood uu la yimi oo soo darisiyay arrinkaas inuu ku dhacay mooyaane bimaana hadii waxa weeye laba marka ruux ay isjeclaayeen oo dad marka ay isnacaan waxa sababay dambi ayaa sababay sheikh albani hadiska waa saxiixinaya waa quwaynaya hadiskaas wuxuu ku quwaynaya fi silsilati ahadiis as-sahiha ayuu ku quwaynaya waayo waxa sidaa loo yiri ikhtilaaf al-qulub ka qalbiyadu inay iskhilaafaan oo isnacaan oo islaa loobaan waa musiba weeye musibaduna waxay ku dhacdaa dambi ayay ku dhacdaa sidoo allahba uu yiri ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wax kasto idin haleela oo musiba ah waxay idin ku haleeleen sababta waxay gacmihiinu kasbadeen ama galabsadeen bay idin ku haleeleen taas sababteeda idin ku dhaceen marka waxa laga qaadanayaa inay dunuubta sababayso colaada iyo nacaybka ay sababayso حديث كلا وحكو سارو النبي صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم يعني حديث كي مركا ابن ماجه يا حاكم يا يسوري علماء قاركود ما يتحسينيين وحشاقيا اسكم حكمي وايان كتابك إلهي مسلمين تو وأئمة ذا أمام ذا حدود كم حكمي ويدو كتابك إلهي من الدورا وايان كو إلهي سودة شيئي ما الدورا وايان إنه إلى هاي دحدو ذكر يعني دبتو ذا إنه دحدو ذكر ديجا مويا حديث كاسنا وحديث حسنة كوحة الماما يا
هدي شريعتي لو عمل فلي وايو وكتابك لو دقمي وايو الله يسكح حكمي وايو إنو إلهي دحدودة وكي إلهي دبتودة ويقا يسكو صلي إلهي عدنا ظلم مايو إلهي عدنا ظلميو مركا وحصوا ويا دبتا دحدودة مسلمين تمركا شرتا مخالفة الشريعة الله خلافة يو وان شريعة لو دقمينين ولو عمل فلينين ودتك غالب كودي عمل فلك الشريعه اي كتغينا ما وخ بدن اي كغابيه تاسا waxay sababaysa in yagi ciqaab looga dhigo oo la isku salido ayay markaa sababaysa maanta dhigi muslimiintu waa batay naciibki muslimiintu isni cabaayeen waa batay colaado badan baa dhixdoodi jira saasa markaa tamasduq ugu dhaco waa kala googeen tafaraaruq bay ku sugan yihiin way iswada cunayaan way iswada leenayaan يعني مدولي بك كالدي قيسو كهلي ليا يعني وحوهي يدبات تداسو دن وحصابي شريعة خلاف كالخلافي أيا الصبابي مخالفة شريعة الخلافي أيا الصبابي تدكو هذه الشريعة كوق منادان يعني وحوهي يدحدو دي وحمركا تشري دونا شعيلة استعلادان وقلبي يدو سد المان وحوهي يعلاد دي النعيبكي أي بدشو شعيل يا وحوهي يمركا إسكالمين يعني مركا اي بدشو ان لا يسعاويو ان لا يسكالميو ان لا يسدبر صنادو ان لا يسسمفلو ان لا يسشعلادو يعني ان قرابه لا يسكدغتو يعني waxaa weeye muuminiintu waa walaalo kale wey inama almu'minuna ikhwah muuminiintu waxay ahaadeen oo qura walaalo ay ahaadeen waxaa weeye inay isu damqadaan oo dhibta qaar kood haleelaysa kuwa kale uga damqadaan maantana waxaa laga yaabaa in dhibta yani marka qaar haleelaysa ama ku dhacaysa in la isku wiirsado أمد ولبك كله كوير سده أو إلى هذا مركز سال الله بقى يقول دعه يعني مركز لقى يابا مركز إن له فرحة يعني وحوي يساس أو كله يعني مركز أي دعه ديجي مسلمين تنا لقوا حليلة يو يعني مركز الله يسكب لنا يسنا يو أمد دن كرسي دون الله بنا يسنا يو أما وحوي دن كله مركز وحوي حول دون الله بنا يسنا يو أما وحوي دن كله مركز الله بنا يسنا يو يعني وحوي ديجي مسلمين تو وحوي بقى الله قد جاي قاركودنا الشبهات يرير يعني أي كبنا نيسان يعني ديقة مسلمين أو حوية أي قرحين أيان مسلمين تي أي مركا كو قرحيان أي أرانا أيان مركا إسان مركا مدقال أو دحق علي بان دوني مدقال أو دحق علي أيان مركا دوني أو إنتا كرنا محاض الله إسان إنتا كرنا وحن الله يدي يبعثون على نياتهم نيات كودة آخرة لغصو صارية يا نيات كودة أي آخرة لغصو صارية ودي يكود عديق لكن الله adiga ayaa ku baneeyay inaad layso iyaga in niyadkooda lagu soo saaray waa jirtaaye adiguna adigoo muslimiin dilay oo marka isaga ah marka ruux yaani muslim dhigi u bareeray oo mutaamid ah ayaadna lagu soo saaray soomaaha oo boqolaal nafood qaba boqolaal nafood oo dhigoodu dhawran yahay adigoo qaba yaa ayaa lagu soo saaray soomaa hal ruux oo muslima ruux dilah ayaa wiiidka weyn ku soo aroray bilaadada ka war ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما بل مركم مئات يؤلف لين يكورا مركم بغلال لين يكورا مركم متكل كوير سنة يكفر حي يكورا إلا الراضي والفاعل الصواء كمركا كرى لذا يكسمين يا وعسكم إن بضن باو حيليه ملك استولى قرحي يبا يهودين كستولى قرحيه يترين كستولى قرحيه يقاري كستولى قرحيه iyo marka suuq kasto la qarxiyo caalamka waxay leeyihiin alaalay bagax marka saa laga yaabo inay isugu bushaareeyaan ay yiraahdaan de qarax ba markay isaga maanta bilaayo ka dhacay intaas ku dhimatay waa ku faraxsan yahay waa ku wiirsanaya yaa yaani waxa weey arradi wal fa'il sawa hashi nabi salih mu'jizada loo siiyay hashas naqatullah hal ruux badilay fata'ata fa'aqar hadana waxa loo nisbeeyay qoomki oo dhanba loo nisbeeyay وإلى هاي وحول فعقروها يا يعني وحوى فعل كون وكدع هاي عقرقو يدليتان كمركا لدلي هشا لدلي لما أنتو تسوء كوضا دعا لوغو نسبي قد نوح الله ينوش يقى هل روح ينو كدع فتعاطى فعقر مركا صوت اللوغو وضا نسبين يا وام حي على علم وحي لا وحى اللوغو وضا نسبين يا انت كلنا الرالي بيكا أهي ما دام يكرر الرالي أهي كان فعل كون فريي انت كرنا كرع صنيد وكرع اللي اهي فلنت وفليا يساق كالي عقوبة كما كوبنان وحي النقطة عقوبة عامة
إن لقوا وضع عقابة أي نقطة قوم كبوة اللي وده هلاقي نبيجي المؤمنين تي مركا رومييي موياني إن الله إنتي كلبوا اللي وده هلاقي وهلاقي ولقوا عميمة صابت اللقوا عميمة يانا وإن الفعل كسمييي موياني كوا كرنا أي لقبين وكرا لأهاي تاسي دوي ما أنت ندد فربضن باو حيكرا ليهن وحكا ستول دعاه يا وحكا ستول لقرحيه يا وحكا ستول لديله مركا سان ميل اللوك الإيغي لا مسجد بان لإيغي ولا سوق بان لإيغي ولا ضعفية ضدت أقدر بان لإيغي ولا عيد كلان لإيغي وحل ليه هون عيد أن دوني يا في نفس الأمر أما قال ها هذا ما يانو أهان مذو قالوا نقبه يا أيا وحل غي يابا إنو كل حشركوا ودوني إنو قرحية انت كلان وحلية هاي يعني وحوية يبعثون على نياتهم شرع هذا كوب النيسين الدشات إلى هذا مركا يبعثون على نياتهم يعني واتي دليل كيف بني دليل كيف بني ما آيات قرآن بني سمسي حديث النبي بني وحي قاركوا دليل شذين حديث كي تلماما يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء يخصف بأولهم وآخرهم عيدا باو حي كدول الدونان كعبة يقو كعبة كدول يوكسي الصعودة ميل بنان يقو كسوغان أي هلك هوري هلك الدنباب للقوين أي أرلضة قالوا يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم المستبصر والمجبور ومن ليس منهم وعلى رسولك إله يو سيدير دمان تولولك اللولة شريا يضو مذ أبرير يؤرنك إساقو مركا أبرير سنا وكتشري مذ مستبصر أبرير يضو وكتشري مذ حوية لسود درقي اللسو خصبي وكتشري مذ حوية وضضو أي كل مسوء كم ذا هين الطريق أنت إسكال صعود عين إسكال الصعود شهادة أسمو الصعود لما قصد هاي وحي الصعود أنك ما بورق بين سيلو لقويني بمعنى وحي الشهدان سيلو لقويني أرلض يضو ضد كلو أن كم ذا هين أي كل احترا نبي قوحر صلى الله عليه وسلم يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم حلا لقوين يا أرلدا لقوين يا كودا هري يا كودا دمبابا ده من النيات كودا على وصل صاريا مركز سواح إلى ذا نقول ساسو كلا أيان وضع قرحنا إنا ده من النيات كودا على وصل صاريا وهدي أرلدا لقوين يا لقوين يا ده وح لقوين يا إلهي أو وح كسو إلهي سمين أيو أدوم يا سمين كرتا شيء إلهي وبنام بعدي كم يكون بنام ته إلهي خلق إسقى أبورتي إسقى عليه إسقى ملكية والنولين يا مركو دور وأنا الدلا يا مركو دور مركو دور أنا حنون بوكين يا مركو دور عافي ما بوكين يا إلى هاي بهدو الدلا أيوة النوى الدلا كرم يا أدي يا كوب إن يا أضم باتين أدشوا إلى هاي خلق جينو الدلا إسكما حارانتني ماي عقلنا إلى هاي وحبك ما حارانتني ماي مخلوقنا وحبك ما حارانتني ماي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا dadka inuu dilo inuu iska xaraantinimayay ma haysid adiga laakiin aad la isoo waa laga xaraantinimay daliilkaad ku banaysanaysa maxay tahay haduba ilaahay wada dilayo aw la wada goynayo ana waa la goyn kara taqisu fi'laka ala fi'li illah oo fi'lkaaga uu waxa qiyaas qaadanaysa fi'lka ilaahay wixii ilaahay u banaan ba anay banaan miya waagi hore culimada qaar kood waxay ka istinbaadeen xadiiskan عدا الله فريستا عدا خمر جعبة يسائن يجنا العقاب كره بمعنى تعزيرا أركساع ولا ماذا قاركود أي تعقبين أون كم ديها ابن منير حافظ ابن حجر العسقلاني نقصه رأيه فتح البارية وحورنايا عقوبة حديث كلاجوش يجي وحي التهي هجمة سماوية يعني عقاب سماوي أهو سمدك قسوة دقيسة أي أهي وعقوبة قدرية فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية لو جم قياس قاضنا يعقوبات كالشرعية عقوبات الشرعي وحي كوكوبمان روح وحسميو كليو كوكوبمان مركا حديث كان على كل حال مسألة ذا الدليل أمائها أيولي إن أرضا للقو يهجم السماوية يا هاي أفا السماوية إلى هاي وكياني عقوبات الشرعي قال لوغا مقياس قادان كرو أفا ذا السماوية وحكا لتشرع عقوبة قدرية يا عقوبة الشرعية عقوبة ذا قدرية هي علماء ذا وحي إلى هذين سيدو العلامة ابن القيم بشاقي عقوبة الشرعي حدود داهي وحي كوكارتاي عدي فعل كلاتي مكرية لكن العقوبات القدرية عقوبات كقدرية هي تعم الصالح والطالح عقوبة قدرية عقوبة شرعية وكالدوانتها عقوبة قدرية هي ويكوض البعضة
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة حلو شيء ذا بل تعم عامة سعامة يعمم إصاح تاسوا محي وعقوبة قدريح عقوبة الشرع ولا كوحي كوكو بنتها الروح حمانة الليمي هذه اللي له أسوة تتعزير تلا قصة ما يددك قاركود هذا الحد اللي قوه قينين كلا تشوغي كو حمانة السمين يسو تمرك على تعزيره وحلورنا يا شوغيتان كاولا شوغي حمانتي انو كوين كراين ايو تعزيرتكم متيسط دم بعيدك على السميسل لغو ما قادينه تفريد كاويساق الليمي او حمانتي انكري واي او ريبي واي هديك انا كفاروك الوايو كتل واي تلو عقابة تعزير تلوغة شرية ادبنت اهي حتى وطا مركا الدليل وحاس اقو متشرو واحد دليل اقو متشرو لما ندري شنكرو عمومات كي ادلة نميد لغو خاسيالي كرم ماها عمومات كي أدل الله وحي الشيء يقف كسطوم مؤمن وحق دره اللي قد له بره اللي قد له عقوبة الدراني إنه يكسر أنت قرح يضع دعية بركة إيا خير كمتشره والشر إيا فتنوي اختيب بضن بانك ورهني وخيره كتشره متشره وفساد أرلاد الله خريب أيه والضلال يبادي وفتنه وحوية مركة وأرهن مركة جريمة أوي يعني جهاد ماها وحمركة وحوية شرعية ماها وح شرعك كبنان معها دين تدليل كمالح وح بنين يا متشو لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن الدنيا دورنا باب بعضه أي إلهي أكتيس كرس هلا قف مؤمن إن لدلو حق دره اللي قدلو هذا وهل قف الدنيا دورنا باب بعضه أي إلهي أكتيس كرس هلا قف مؤمن أو حق دره اللي قدلو دلك قف مؤمن كلا دليو بقى الدنيا دلوايو كدرا دلك صادرا وعقوبة عظيمة كي كرسي دونا يبا وكود دقال لما يعني قبيالات با اللوت دقال لما ورهراء اللوت دقال لما وقروبيسي با اللوت دقال لما وحمركا يعني عن شرعي أهينو بضن با اللوت دقال لما قار بضن با مركا ود دقال لما إياه دانا الدونيو هدانا الدين تمرمرين أي أورانا يا مركا الدين تأيان ود دقال لما ناو جهاد جهادنا ما مسلمين تي إلا الله يم يا جهادة قالا لقود شهادة وكلمة إلهي كرئيسين تلك كرئيسين يا لوجه هذا اللود قالما إما وح اللود قالما مركا وحوي مسلمين لين تلا لين يا جهاده وأن مركا وحوي لك السوعين ماتوا ضمر عرور عرولة يعني مساكين يعني وحوي مدنا بقى لك السوعين إلا مساجد اللي قرحنا يه وضدك يا وحوي مركا وردية يه ضدك يا عبادة السنية يقو تكنية يقو مركا وحوي شو أنتوا ذا إسكاسوغان يعني وحوي مركا لغو قرحايه ولغا يا امه بدنيني كو هلاكسنتو سدا waxaa weeye qarxiyada marka dhacaya ama qalaysan waxaa weeye waa dalaal iyo fitna weeye waa baadi weeye shariicada meel ay kaga taala ma jirto daliil sharci iyo marka banaynayaana ma jiro culimada raasixiintaana wax banayay kuma jira waa arin baadi iyo dalaal ah nusuusti sharciiga ahayd ba ka hor imanaysa aayadka quraanka iyo xadiithta nabiga دروبتي كبائرتا هذا الموبقات كهذا وحلاقة يويه يقف كمومن كالدليا اجتنب السبع الموبقات برسولك صلى الله عليه وسلم قلنا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق مركا النفط حق درد اللي قد ليه إن يكمت هيدا بيدا وحلاقة يا رسولك صلى الله عليه وسلم حديث وحق صارورتي أبو يعلى سوري علماء قاركودنا يقوي كل ذنب عسى الله أن يغفره يعني وحوية دم بكستبا روحه وحور رجينا إنه إلهي الضعف لبدن بموياني إلا الرجل يموت مشركا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا قف إصابة مشركة قال إنتي يقف قف مؤمن حق دركد لي لبدا لما رجينا إنه إلهي الدم بالضعف لكن دم بكالأو دمب روحه وحور رجينا إنه إلهي الدم بالضعف تاسي وحي تلمام إيسا من باب التغليظ لا أتكين أيه وإلا دلك قفك مؤمن كالدل أيه ودون الشرك وقال لماذا وكسوك أيه دم بكسوك قال لماذا كسوك أيه نمشي هذا إلهي به سيا الله سيدو إلهي بأو يري إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي مدعف أيه إن الله شرك السماء أيه لك قالوا به وحي كسوك أيه قال لما إلهي وحو دافا عدو دون إنه دافه ayo ilaahay u dhaafaya cidu doona inaanu dhaafin uma dhaafayo marka adilla badan ba ku soo arortay oo inooga digaysa dilka qofka muuminka la dilay waxa la wixii ka qayb qaadanaya dilka qofka muuminkaana way la iska jiraa
والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الأخوة والأخوات، انتهينا كل من محاضرة علمية وسيدان وكلاء وحيديك قتقنا بحفظ الله تعالى ورعايته، مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.